Retaining Walls، الجدران الاستنادية. الجدران الاستنادية هي عبارة عن الأسوار الخارجية حول المبنى. يتم وضع الأسوار الخارجية حول المبنى عبارة عن بتكون جدران مسلحة إلها قاعدة. هاي الجدران بسميها جدران استنادية أو Retaining Walls. وظيفة هذه الجدران هي حماية المبنى السكني من التعرض لمخاطر الأرض الطبيعية. نحمي المباني السكنية من أنها تتعرض لانهيارات الأرض الطبيعية، أو نحميها من مياه الأمطار. فمنحط حوالين المبنى أسوار بتكون عبارة عن جدران استنادية، بتتكون من جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي هو الجزء الظاهر إلنا، الجزء السفلي بيكون قاعدة تحت الأرض ما منشوفها. بالنسبة للريتينينج وول بتكون من جزئين، ستم وهيل. هذا الجزء بسميه ستم والجزء السفلي هيل. الهيل أبعاده بي وتي اف، العرض بسميه بي والسماكة تي اف، ثيكنس اوف فلانج. الستم له بيكون السماكة العلوية أقل من السماكة السفلية. السماكة السفلية بسميها تي بي، وبتكون بالعادة ضعف السماكة العلوية اللي هي تي تي. الثيكنس اوف بوتوم وثيكنس اوف توب، هذا جزء ستم وهذا الجزء هيل. الارتفاع كامل برمز له بالرمز اتش. الستم بيكون فيه جهة مائلة وجهة عمودية. الجهة العمودية اللي بتكون الزاوية فيها قائمة، هاي بتكون معرضة للتربة، هاي اللي بتواجه التربة أو الردم. هون عندي التربة أو الردم. الجزء المائل هو الجزء المقابل للمبنى. الجدار الاستنادي بتعرض لضغوط جانبية. أول إشي في عنا السويل بريشر اللي الجدار بيكون يدعمه، مثل ما أخذنا في مادة السويل. السويل بريشر بنقسم لجزئين، الجزء الأول بيكون بتوزع البريشر على شكل مثلث، والجزء الثاني بتوزع البريشر على شكل مستطيل. البريشر الأول بسميه بي أكتيف 1 والبريشر الثاني بسميه بي أكتيف 2. البريشر الأول بيبعد عن القاعدة مسافة اتش على 3، والبريشر الثاني بيبعد عن القاعدة مسافة اتش على 2. قيمة البي أكتيف 1 بتساوي نص في جاما للسويل في كي اي في اتش تربيع، والبي أكتيف 2 بتساوي كي اي في دبليو اتش. هاد كله أخذناه في مادة السويل. KA قانونها تان تربيع 45 ناقص فاي على 2. فاي اللي بدي أعوضها هون هي الفاي اللي بتعرض إلها الجدار تبعت المنطقة هاي، تمام؟ هذا بالنسبة للسويل بريشر. من الجهة المقابلة للجدار في عندي ضغط رح يتشكل عليه من هاي الجهة، رح يتمركز عند قاعدة الجدار، وبسميه البي بي أو البي باسيف، الباسيف بريشر. وقيمته نص كي بي في جاما اس في اتش تربيع. كي بي بتساوي تان تربيع 45 زائد فاي على 2. فاي اللي راح اعوضها في الاكويجن هاي هي فاي اللي بتكون تحت القاعده، لانه البي باسيف هو متعلق في القاعده فقط، فانا باخذ الفاي اللي تحتيها. طبعا KA هو الكوفيشنت اوف اكتيف بريشر، وKB كوفيشنت اوف باسيف بريشر. هذا بالنسبه للبريشرز اللي بتتشكل على الجدار، عندي ضغط الاكتيف وعندي هون ضغط الباسيف. هلا بالنسبه للريتينينج وول نظبط بس هاي نشيلها، وهون نحط اتش كابيتال. حكينا ارتفاع الجدار اتش كابيتال. قاعدة الجدار بتتراوح من ثلث لثلثين الارتفاع، دائما بتكون من ثلث لثلثين الاتش. بالنسبة لتي تي دائما لازم تكون اكبر او يساوي 300، غلط انها تكون اقل من 300 مليمتر، طبعا يعني 30 سنتي متر. اما بالنسبة للثيكنس للفلانج
تي اف بالعادة بتكون مساوية ل تي بي، ولازم تكون اكبر من او تساوي 0.1 ضرب اتش، 1/10 من ارتفاع الجدار. وبالعادة تي بي بتكون ضعفين التي للتوب. حكينا عن كي اي وكي بي. البي اي هو الاكتف بريشر، وبي بي هو الباسيف بريشر او الاكتف فورس. طبعا هو كله هذا بريشر، بس الفورس بتتشكل في هاي المنطقة، فهذه بتكون الاكتف فورس. يعني عندي هون البريشر اللي بتشكل على شكل مثلث، بتتركز القوة تبعته بسميها بي اكتف 1، وقلنا بتتركز على مسافة 1/3 من الاتش وهي قيمتها. والبريشر اللي بيكون على شكل مستطيل، الفورس بتتركز عندي على مسافة بتبعد نص من ارتفاع الجدار، وبسميها البي اكتف 2. هلا قبل لا ابلش في تصميم الجدار لازم اعمل تشيك على 3 فاكتورز. اول فاكتور هو الاوفر تيرنينج فاكتور اوف سيفتي، وبعدين السلايدنج فاكتور اوف سيفتي، والبيرنج كاباسيتي فاكتور اوف سيفتي. في عندي 3 فاكتورز لازم اتاكد منها لحتى اقدر اني اصمم الجدار. اول شيء بدي اتاكد انه الجدار اللي عندنا ما يصير فيه انقلاب. الجدار بسبب الأوزان اللي بتعرض عليها من التربة ممكن يصير فيه انقلاب بهذا الشكل، بسميه over turning. فلحتى أتأكد إنه الجدار ما يصير فيه انقلاب، لازم يكون الفاكتور اوف سيفتي للاوفر تيرنينج اكبر او يساوي 1.75. هيك بتاكد انه الجدار ما رح يصير فيه اوفر تيرنينج. بعدين عند الجدار الاستنادي ممكن يصير فيه انزلاق سلايدنج، الجدار نفسه يتحرك للشمال، تمام؟ هذا بسميه سلايدنج. لازم اتاكد انه الفاكتور اوف سيفتي للسلايدنج اكبر من او يساوي 1.5، هيك بيكون الجدار تبعي بالسيف سايد. واخر فاكتور لازم اتاكد منه هو البيرنج كاباسيتي، لازم اتاكد انه التربة عندي قادرة انها تحمل هذا الجدار. اذا كانت التربة ضعيفة ممكن الجدار نفسه ينزل للاسفل ويخترق التربة، يصير فيه اختراق بشكل عمودي. فلحتى اتأكد انه الجدار ما رح يصير فيه اختراق في التربة، لازم اتأكد انه الفاكتور اوف سيفتي للبيرنج كاباسيتي اكبر من او يساوي 3. اليوم ان شاء الله رح ناخذ مع بعض مثال ونشيك على الفاكتورز اللي عندنا ونتأكد من القيم اللي معانا. والمحاضرة الجاي ان شاء الله بنبلش بتصميم الجدار. في عندي هذا الاكزامبل، عندنا ريتينينج وول ارتفاعه 6 متر، القاعدة عندي اياها ب 3.6، المسافة من هون لهون 2.2، والمسافة من هون لهون 0.8، والثيكنس اللي عندي اياها هون 0.6، وهون عندي اياها 0.3. لو هاي ما كنت معطياك اياها مباشرة بتحكي 0.3 ضرب 2، او بتطرح المسافات اللي عندك اياها هون. عندي سماكة قاعدة الجدار تي اف 6/10 متر، معطيني فاي للفل في المنطقة هاي 34، وقامة للسويل 16 كيلو نيوتن كل متر مكعب، وعندي سي بتساوي 15 وفاي تحت القاعدة 28 وقامة 18. طيب في البداية بدي أتأكد من الـ overturning factor of safety والـ sliding factor of safety والـ bearing capacity factor of safety من المعطيات اللي معطاة عندي في السؤال. طبعا هون معطيني الـ weight of soil 22 كيلو نيوتن لكل متر مربع. أول شيء بدي أوجد الـ active coefficient، coefficient of active pressure اللي هو Ka، بتساوي tan تربيع
45 ناقص فاي على 2، فاي اللي بدي أعوضها هي اللي هون قلنا بالأكتف، باخد الفاي اللي فوق تطلع معي كي اي 0.282. بعدين بدي أوجد كي بي اللي هي الكوفيشنت اوف باسيف بريشر، وبعوض بالفاي اللي تحت القاعدة تان تربيع 45 زائد 28 على 2، تطلع معي كي بي 2.77. هلأ بوجد البي أكتف 1 اللي هي نص جاما للسويل في كي اي في اتش تربيع، بعوض تعويض مباشر، نص جاما للسويل 16، انتبه جاما اس بعوض اللي فوق، كي اي اللي طلع معي في اتش تربيع 6 تربيع، بتطلع معي بي أكتف 1 81.2 كيلو نيوتن لكل متر. بعدين بدي اطلع بي اكتف 2 اللي هي كي اي في دبليو في اتش، كي اي دبليو اللي اعطاني اياها في السؤال في اتش ارتفاع الجدار، بتطلع معي 37.2 كيلو نيوتن لكل متر. هلا بدي اشيك على الاوفر تيرنينج. في الاوفر تيرنينج فاكتور اوف سيفتي، قانون الاوفر تيرنينج فاكتور اوف سيفتي بيساوي ام اس على ام او، هذا بسميه الفاكتور اوف سيفتي للاوفر تيرنينج، ام اس على ام او. ام اس هو المومنت اللي بيسبب عندي استابيليتي في الجدار، وام او اللي هو المومنت اللي موجود عند النقطه او اللي هي بسميها الريفرنس بوينت اللي عندي، اللي هي عند النقطه هاي. بقسم ام اس على ام او بيطلع معي الفاكتور اوف سيفتي، لازم يكون اكبر من 1.75. ام او كيف بوجده؟ اللي هو المومنت عند هاي النقطه، المومنت عند هاي النقطه بوجده عن طريق البي اكتف 1 وبي اكتف 2. لما شرحنا البي اكتف 1 حكينا البي اكتف 1 بتتشكل على مسافه تبعد 1 على 3 من الاتش، وحكينا البي اكتف 2 بتتشكل على مسافه بتبعد 1 على 2 من الاتش. فرح يتشكل عندي مومنت بسبب هدول التو فورسز رح ياثروا على قاعده الجدار. المومنت اللي رح يتشكل اللي هو بي اكتف 1 في ذراع المومنت، هاي عندي النقطه هون اللي هي ام او، بدي اوجد المومنت عند هاي النقطه، وافترض انه عكس عقارب الساعة موجب، فبحكي بي اكتف 1 مضروبة في ذراعها اللي هي اتش على 3 زائد بي اكتف 2 مضروبة في ذراعها اللي هي اتش على 2. بي اكتف 1 انا معي اياها واتش 6 على 3 و 6 على 2 وبي اكتف 2 اوجدتها، بتطلع معي قيمة ام او 274 كيلو نيوتن دوت متر لكل متر. دائما في الجدران الاستنادية حساباتي بتكون لكل متر، لانه طول الجدار بيوصل مرات طوله حوالين المبنى، مثلا هاي عندي القاعدة وهي الجدار، تمام؟ هاي الجدار عندي، أنا لما بدي أحسب للجدار رح أخذ كمقطع عرضي بهذا الشكل، بهذا الشكل الطول رح أحكي لكل متر. فأنا عندي المومنت عند النقطة هاي قيمته 274 كيلو نيوتن دوت متر لكل متر. هلأ ضل علي أني أحسب أم أس. أم أس اللي هو بسميه الستابيليتي مومنت، هذا المومنت اللي بيؤدي لاستقرار الجدار. كيف بدي احسبه؟ باجي بمسك الجدار تبعي وبقسمه لاشكال منتظمه، عندي الشكل المستطيل اللي تحت بسميه W1، عندي انا هون هاي المستطيل اللي تحت، عندي الجدار بهذا الشكل، هاي الجدار هيك وهيك وهيك وهيك، بقسمه لأشكال منتظمة. الجزء الأول هاد بسميه W1، الجزء المستطيل هاد بسميه W2، والجزء
المثلث اللي هون W3، والجزء اللي جاي في التربة بسميه WS. هلأ بدي أركز الفورس تبعت كل جزء اللي بسببها وزن الجزء. الجزء هاد فيه له وزن، وزنه رح يستقر في المركز وبسميه W1، وهي الفورس اللي بتبعد اللي بتتركز في المركز. الجزء المثلث لو أخذنا السنتر تبع الوزن له رح يتشكل في مسافة تلت من الارتفاع ومن القاعدة. الشكل المستطيل رح يتركز في النص، وعندي هون كمان رح يتركز في النص. هلأ باجي بعمل جدول وبقسمه. هون اسم الشكل WC1 WC2 WC3 و WS. هون ال W الويت الوزن لكل شكل. الويت بيساوي الاريا ضرب جاما للكونكريت. مساحة هاي القطعة الاريا 3.6 ضرب 0.6، جاما للكونكريت اللي هي 24. فباجي بضرب 3.6 ضرب 0.6 ضرب 24 بيطلع معي 51.8. بالنسبة ل WC2 رح أضرب المسافة من هون لهون اللي هي 0.3 ضرب الارتفاع من هون لهون اللي هو 6 ناقص 6 بالعشرة، ضل عندي 5.4، فبضرب 3 بالعشرة ضرب 5.4 ضرب جاما للكونكريت بيطلع معي 38.9. والجزء الثالث الاريا له اللي هي نص طول القاعدة اللي هي من هون لهون 3 بالعشرة، لأنه كامل 6 بالعشرة من هون لهون 3 بالعشرة، فضل عندي 3 بالعشرة نص طول القاعدة في الارتفاع اللي هو 5.4 ضرب 24 جاما للكونكريت بيطلع معي 19.45. بالنسبة للجزء هاد الاريا له اللي هو 2.2 ضرب 5.4 ضرب هون رح أحط جاما للسويل، ما رح أحط جاما للكونكريت لأنه المنطقة هاي عبارة عن سويل. جاما للسويل في المنطقة هاي برجع لها بتطلع عندي 16، فباجي بضرب ضرب 16 بتطلع معي 190.1. هلأ بدي أخذ إكس. إكس هي المسافة من مركز الشكل لنقطة المرجع. إحنا اعتبرنا نقطة المرجع دائما بتكون هون، هاي بسميها الريفرنس بوينت. بالنسبة ل W1 نقطة المرجع بتبعد عن مركز الشكل اللي هي المركز جاي بالمنتصف، فرح تبعد مسافة 3.6 تقسيم 2 اللي هي 1.8. أما W2 رح تبعد مسافة من المركز منتصف هاي المسافة اللي هي 0.3 تقسيم 2 زائد المسافة هاي كاملة اللي هي 0.3 زائد المسافة هاي اللي هي 0.8 بتطلع معي 1.25. W3 رح تكون نص المسافة هاي، تلت المسافة هاي اللي هي بتتشكل من تلت القاعدة 0.3 على 3 بتطلع معي 0.1 زائد 0.8 بتطلع معي 0.9، عدلها عندك 0.8 9. المسافة الرابعة رح تبعد من هاي المركز لنقطة الأصل اللي هي 2.2 على 2 بتساوي 1.1 زائد 0.6 زائد 0.8 بتطلع معي 2.5. هلأ بوجد المومنت اللي هي حاصل ضرب W ضرب X. بضرب 51.8 ضرب 1.8 بطلع معي M1، بضرب هاي في هاي بتطلع معي M2، وبوجد M3 بضرب الويت في X، وهون نفس الاشي، يعني M1 M2 M3 M4 هي حاصل ضرب W1 في X1 و M2 W2 في X2 و M3
W3 في X3 و M4W4 في M في X4. بعد ما أوجدت M بوجد summation لMS اللي هو مجموع هدول الM بسميهم summation للمومنت هو MS ويساوي 634.61 كيلو نيوتن دوت متر. هذا هو الستابيليتي مومنت اللي بيؤدي لاستقرار الجدار. هلا بدي اقسم الام اس المومنت اللي جمعته انا بقسمه على ام او المومنت اللي جاي من البريشر سويل اللي انا حسبته بقسمهم بيطلع معي 634.61 على 274 بيطلع معي 2.3. 2.3 أكبر من 1.75 إذا عندي الجدار ما رح يصير فيه over turning. هلأ إذا كان أقل من 1.75 لازم أكبر أبعاد القاعدة وارتفاع وسماكة الجدار. إذا بكبر الدايمنشن عشان تكبر عندي MS وتصير أكبر من MO. لازم يكون المومنت بسبب أبعاد الجدار ووزنه وثقله ووزن التربة عليه يكون أكبر من الفورس اللي رح تتشكل من ضغط التربة. إذا كان أكبر معناها ما رح يصير فيه انهيار، إذا كان أقل رح تكون التربة أقوى منه وتؤدي لانقلابه. هلأ الفاكتور اوف سيفتي الثاني اللي بدي أتأكد منه هو السلايدنج، انزلاق الجدار بسميه الفاكتور اوف سيفتي وبرمز له بالرمز S، وقانونه سميشن W في تان لاثنين على ثلاثة فاي زائد بي بي زائد اثنين على ثلاثة سي ضرب بي على البي اكتف 1 زائد البي اكتف 2. سميشن W اللي هو مجموع أوزان الجدار، يعني مساحة الجدار، مش أنا مساحة الجدار قسمتها لمساحات منتظمة وكل مساحة أوجدت إلها وزن. هلأ بجمع الأوزان الأربعة طلع معي 300.24 كيلو نيوتن وبعوضهم في القانون في تان 2 على 3 فاي. هلأ بالنسبة لفاي رح أخذ فاي اللي بتكون تحت الجدار لأنه أنا الجزء اللي رح يصير فيه سلايدنج هي قاعدة الجدار، فأنا رح أتعامل مع الجزء السفلي رح أخذ فاي للجراوند اللي هي 28 درجة زائد البي باسيف اللي أنا حسبته زائد 2 على 3 سي ضرب بي، سي الكوهيجن اللي عندي في التربة اللي بيكون تحت 15 ضرب بي اللي هي 3.6. بعوض عندي بالأرقام وبقسم على البي اكتف 1 زائد البي اكتف 2 طلع معي الفاكتور اوف سيفتي للسلايدنج 1.58 لازم يكون أكبر من 1.5 إذا عندي الجدار ما رح يصير فيه سلايدنج. هلأ إذا كان عندي الجدار للفاكتور اوف سيفتي للسلايدنج أقل من 1.5 شو بدي أعمل؟ إذا كان عندي الفاكتور اوف سيفتي للسلايدنج أقل من 1.5 باجي تحت الجدار وبركب زي وصلة بسميها كي زي مفتاح، هذا المفتاح بيمسكه في التربة لحتى ما يصير فيه إزاحة جانبية، بيكون في له تصميم خاص بمسكه في التربة أبعاد خاصة وبدايمنشن وتسليح معين بحطه أسفل الجدار لحتى يمسكه في التربة أكثر. هلأ بدي أتأكد من الفاكتور اوف سيفتي للبيرين كاباسيتي، بدي أتأكد إنه الجدار ما رح يصير فيه اختراق في التربة، هل التربة قادرة إنها تحمله أو لا. هلأ عندي الجدار حكينا في عندي الوزن summation of W بتركز في منتصف الجدار، وفي عندي R هاي محصلة للفورسز اللي بتتشكل عندي في الجدار برمزلها بالرمز R.
هلا مو مهم عندك انك توجد قيمة R او summation W، احنا بالاصل اوجدناه، بس بهمني نعرف المسافات ما بين الفورسز. المسافة ما بين R و summation W، هاي الوزن تبع الجدار بسميها E، والمسافة ما بين نهاية R لنهاية الجدار هاي برمزلها برمز X، والمسافة طبعا من عند الوزن للنهاية، الوزن بتركز في منتصف القاعدة، فرح تكون المسافة من هون لهون بي على 2. هلأ كيف أنا بوجد قيمة X؟ بوجدها من القانون MS ناقص MO على summation W. عندي MS حسبته وMO حسبته وسميشن W حسبتها، بطرح وبقسم تطلع معي قيمة X 1.207 متر، اللي هي MS عندي إياها MS طلعت معي 636.5 أو 634.61 ناقص MO 274 تقسيم 300.24، تطلع معي قيمة X 1.207 متر. هلأ بدي أوجد قيمة E اللي هي المسافة، هاي بتساوي B على 2 ناقص X. المسافة من هون لهون B على 2، بشيل منها X، بضل عندي E اللي هي 3.6 على 2 ناقص 1.207، بتطلع معي 0.593، تمام؟ طبعا المسافة هاي ممكن أرمزلها لو مرت عليك بالرمز EB نفسها، لأني أنا عم بتحرك على الضلع B. هلأ بتتذكروا لما كنا نوجد قانون Q maximum و Q minimum؟ عندي Q max و Q minimum بتساوي summation W على B ضرب 1 اللي هي شريحة قيمتها 1 متر في 1 زائد أو ناقص 6 EB على B. هلأ بوجد القيمة الماكسيمم بعوض موجب، والقيمة المينيمم بعوض سالب. سميشن W اللي هي 300.24 على 3.6 ضرب 1 في 1 زائد 6 ضرب 0.593 على 3.6، تطلع معي قيمة Q maximum، و Q minimum بتساوي summation W على B في 1 اللي هي summation W 300.24 على 3.6 ضرب 1 في 1 ناقص 6 ضرب 0.593 على 3.6، تطلع معي Q minimum 1 كيلو نيوتن لكل متر مربع. طيب هاي بالنسبة لكيو ماكسيموم وكيو مينيموم. هلأ لازم هون أرجع لقيمة كيو ألتيميت. بالعادة كيو ألتيميت بيكون معطيني إياها في السؤال. كيو ألتيميت إذا ما كان معطيني إياها في السؤال، وهذا الإشي مستحيل، يعني مستحيل يدمج موضوعين في موضوع واحد، بدنا نرجع لمعادلات ترزاقي أو الجنرال بيرين كاباسيتي إكواجن وأوجد لكيو ألتيميت. ولكن زي ما قلت لكم هذا الإشي مستحيل إنه دخل يعني فكرتين بالموضوع، لأنه التنتين يعني إيجاد كيو ألتيميت لحالها قصة، فبتكون معطى بالسؤال. هلأ هون نفترض أنه كيو ألتيميت كانت 500 كيلو نيوتن لكل متر مربع أو 500 كيلو باسكال، فإحنا شو كيف نوجد الفاكتور أوف سيفتي للبيرين كاباسيتي؟ بقسم كيو ألتيميت على الكيو ماكسيموم. كيو ماكسيموم اللي أنا حسبتها من هون اللي طلعت 166 كيلو نيوتن لكل متر مربع، وعندي Q ultimate given بالسؤال 500 كيلو نيوتن لكل متر مربع، بقسم 500 على 166 طلع معي 3.012، يعني على يعني بالضبط تقريبا 3، يعني هون رح نعتبرها أكبر من 3. إذا الفاكتور اوف سيفتي للبيرين كاباسيتي شيك معانا. هيك بنكون احنا شيكنا على الثري فاكتورز، الفاكتور اوف اوفر تيرنينج والفاكتور اوف سلايدنج والفاكتور اوف بيرين كاباسيتي. ما بقدر ابلش في التسليح الا لما اتاكد من الدايمنشنز،
تمام؟ فأنا بعمل تشيك على الثري فاكتورز لحتى أتأكد من الدايمنشن، هل هو كافي للجدار أو لا، هل التربة رح تحمل هذا الجدار أو لا، هل هذا الجدار رح ينقلب أو لا، أو رح يصير فيه سلايدنج، فبتأكد من الدايمنشن. هلأ بما أنه الدايمنشن اللي أعطاني إياها في السؤال طلعت شيكت معي، هلأ بنتقل للتسليح إن شاء الله منبلش فيه المرة الجاية.